بعد مجموعة أعمال درامية تناولت حياة البدو في الأردن وتراث البادية بكل ما تحمله من حكايات، يعود الإنتاج الأردني من الماضي إلى الحاضر بمسلسل شيء من الماضي الذي يحكي قصصاً مجتمعية تدور أحداثها بين عمان والخليج. هاي السنة أظن هذا المسلسل رح يعمل نقلة نوعية، رح نشوف الأردن بشكل جديد، رح نشوف حتى هون الإمارات بشكل جديد، تعاون أردني خليجي كمان المرة الأولى. أتوقع أنه رح يكون ضيف من العيار الثقيل في رمضان إن شاء الله. بعد غياب سنوات عن الدراما العصرية الأردنية يعني أنتجنا العديد من الأعمال البدوية والحمد لله لاقت نجاح كتير كويس، فلذلك لابد من إعادة الألق للدراما الأردنية العصرية اللي اختفت تألقها لأسباب سياسية ولأسباب فنية، فكان لابد من العودة إليها والعودة بقوة. شيء من الماضي دراما اجتماعية تتمحور حبكتها في وقوع جريمة يلتف حولها الأبطال دفاعا عن أنفسهم بأساليب وردود أفعال يختلط فيها الواقع والخيال، لكن الخوف الدفين يمثل لاعبا أساسيا لنسيج إنساني بين شخصيات العمل. دوري أنا ماخذة شخصية شمس. شمس هي مختلفة بالنسبة لي بصراحة يعني عن الأعمال اللي أنا قدمتها سابقا. الناس متعودة علي بأن أنا دائما أخذ دور البنت الطيوبة والمسكينة والمغلوبة على أمرها، لكن في هذا العمل راح أطلع بوجه مختلف، فيه براءة بس تمثيل البراءة. دوري في مسلسل شيء من الماضي هو دور أم راشد، شخصية أم راشد، شخصية كاركتر نوعا ما في شر، في نوع من الخبث، في نوع من التحريض. أنا ضيفة في العمل، مشاهدي قليلة جدا بس مهمة بفعلها. أكشن. أقول لك شفتها بعيوني الثنتين، يعني معقولة أنا أضيع شمس؟ دراما عصرية أردنية تدور أحداثها حول مناطق الخوف واللاوعي لشخصياتها في ردود أفعالهم ودفاعهم عن ذاتهم عندما تختلط عليهم مشاعر الحب والكراهية، الضياع واللقاء، الحياة والموت، فلا يسعهم حينها إلا استذكار شيء من الماضي. لبرنامج اليوم على الحرة جمان العزاوي، أبوظبي.